بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبابنا في كل مكان، مشاهدي قناة الندى الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي نوافذ. من هذه النافذة نطل على قضية من أهم وأخطر القضايا التي تتعلق بكل مجتمع، بل بكل فرد، بكل أسرة، بكل دولة، بكل أم أو أمة الإسلام، التي ميزها الله سبحانه وتعالى بأنها أمة الأخلاق. ومن تكريم الله لنبيها ونبيه صلى الله عليه وسلم، نبي هذه الأمة، أن أثنى عليه، ودائما بنسمع الكلام ده كتير جدا في الخطب والمواعظ والدروس، إنك لعلى خلق عظيم. إذن أمتنا أمة الأخلاق، وفي الحديث لكل أمة خلق، وخلق أمتي الحياء. الحياء، أنا حبيت أن احنا النهاردة نطرح قضية من أهم وأخطر القضايا، لا تتعلق بفئة معينة ولا بشريحة معينة، ولا بنقولها كرد فعل على مشكلة ظهرت والسوشيال ميديا تكلم عنها، زي موضوع الشواذ ورفعهم الرأي بتاعتهم وما إلى ذلك. لكن هل الفضيلة، الصح والعيب في مجتمعنا المصري والمجتمع العربي بشكل عام، اللي هو أولى أن يحمل مشاعل النور إلى العالم كله، حيث أن رسوله صلى الله عليه وسلم وظيفته كما بيّنها الله موجزة في هذه الآية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هل انكسرت الأخلاق؟ هل فكرة الصح والغلط، العيب واللي مش عيب، حصل هبوط في مؤشرها، ولا إحنا كدعاء إلى الله أو ناس معنيين بالدعوة والأخلاق حساسين قوي، والموضوع إحنا مأفورينه ومضخمينه؟ خلينا نناقش هذه القضية بمنتهى الوضوح والصراحة والهدوء، لأن شعارنا سواء في قناة الندى أو في شعار الدعاء إلى الله، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ضيفي العزيز وصديقي الغالي اللي بينور دايما أي مكان بيروحه، فضيلة الأستاذ دكتور أحمد الجهيني، الداعية الإسلامي، مرحبا وأهلا وسهلا بحضرتك دكتور. مرحبا أخي دكتور مصطفى، وطبعا أنت عارف أن أنا ببقى سعيد جدا وأنا معك، وأسأل الله أن يجعل هذه الحلقة رب نافذة خير ونصح للناس يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. هو نفس السؤال يا دكتور، يمكن أستاذنا الدكتور جلال أمين بنديله الصحة، العالم الاجتماع المعروف، يعني كان له كتاب من كام سنة اسمه في هذا السؤال: ماذا حدث للمصريين، ماذا حدث للمصريين أخلاقيا وللعرب أجمعين، المنظومة القيمية أو الأخلاقية، هل حصل فيها هزة، هل حصل فيها خلل؟ خلينا نجاوب على السؤال الأول ونشوف بعد كده إيه الموضوع، هل لعلاج، هل اللي أنا بقوله ده مبالغ فيه، ولا إحنا حساسين زي ما أنا قلت، ولا اتفضل دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك أن مش هزة واحدة، هي هزات وهزات وهزات، يعني كالزلازل، يعني رجت الأمة رجا عنيفا، وكانت النتيجة ما نراه وما نسمعه من أخلاق وصفات. ويعني حتى المثال اللي حضرتك طرحته من شوية، قصة رفع العلم الشواذ، ده نتاج، ده أثر هذه الهزات والرجات العنيفة، ينتج عنها حاجات ربما لم نرها ولم نشاهدها من قبل. فالحقيقة نعم، حدث هزات أسبابها كثيرة وهنتناولها بالتفصيل، لكن دعنا نقر إن هناك انحدار في الأخلاق بوجه عام عند البعض أو عند الكثير. إحنا شايفينه، إحنا حاسينه، إحنا لمسينه، وإحنا ماشيين، وإحنا بنتعامل، وإحنا بنبيع، وإحنا بنشتري، وإحنا بنشتغل، وإحنا لا، واضح إن المسألة محتاجة وقفة على أعلى مستوى، من الدولة ومن الداعية ومن الأسرة ومن المعلم ومن كل ده، ولعلنا إن شاء الله نتناول بالتفصيل هذه الأمور بإذن الله تعالى. طيب،
أنت جاوبتني على سؤال أو أشرت إلى 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 طرف سؤال أريد أن أقوله، من المسؤول؟ تحديد المسؤولية بلا نقد وبلا تقريع وبلا، لا ما بحبش اللغة دي. هاخد الكلام ده منين؟ عشان الشباب والإخوة والأخوات الملتزمين يفهمونا صح، ودول دول مهمين جدا في المسألة. إن إحنا حديث السفينة، من المسؤول؟ مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. خلينا ننظر إلى مجتمعنا المصري والعربي والإسلامي من خلال حديث السفينة، كيف ترى؟ هو الحقيقة القائد وركبان السفينة ممكن يتمثل في الأب، ممكن يتمثل في صاحب الشركة، ممكن يتمثل في أي مسؤول. أي مسؤول، كلكم راعٍ. أحسنت أحسنت. فلذلك أنا أرى أن المسؤولية أول ما تبدأ على الوالدين. البداية أسر، البداية الوالدين. طيب ليه الوالدين؟ ما هو عندما ينشأ، عندما يولد الطفل يولد في أحضان أمه وأبيه. نعم. أول ما يستقي الطفل يستقي من مين؟ يستقي الأخلاق والفضيلة من مين؟ من أمه وأبيه. فمسألة القدوة عند الطفل من الأم والأب ده في غاية الأهمية، في غاية الأهمية أن يرى الطفل أباه قدوة في قوله وفعله، في قوله وفعله. الابن يحب ما يحبه أبوه ويبغض ما يبغضه أبوه. احنا بنتكلم في النشأة، النموذج الأول، احنا بنتكلم في النشأة. هو كبير ممكن بقى يعني يخش على التلفزيون، يخش على أصحابه على المدرسة على إلى آخر. احنا بنتكلم في النشأة، هو يرى بعيني أبيه وأمي. الطفل هو أرض الأب يغرس فيه والأم تغرس فيه، هل يغرسان فيه حب الدنيا ولا حب الطاعة والعبادة؟ هل يغرسان فيه إن الفرح أو اللعب له وقته، له مجاله، ولا هو الهدف، ولا هو وسيلة؟ الأمور دي أمور في غاية الأهمية. هل يتركان الابن أو الطفل إلى تربية التلفزيون، إلى تربية الكرتون، إلى تربية المسلسلات، إن مع الريموت والبرامج ويشوف أي حاجة براحته؟ من يربي أبناءنا؟ من يربي أبناءنا؟ القيم والتعاليم بتجيلهم منين؟ إيه الرافد؟ أبنائنا بيكونوا في سن في منتهى الخطورة، ونحن لا ندري، ونحن لا ندري. ربما الأم عشان تخلص من ابنها تقعده قصاد إيه أي حاجة، المهم إن هي إيه، عشان هي مش فاضية أو مشغولة أو عايزة تطبخ أو عايزة تعمل، فيكون يستقي الابن حاجة فيها عنف أو فيها خلق ذميم أو فيها فهم خاطئ. هي مش واخده بالها، بتقول ده صغير. انا شخصيا رصدت على بعض القنوات باعتبار الاعلام، يعني خلينا نبص على المشهد الاعلامي في كثير من الفضائيات، رصدت حاجه ربما تكون لافته للنظر لان شفتها تكررت، ان دائما افلام الاكشن وافلام العنف وافلام الرعب بتتعرض الساعه 2 بالليل في بعض القنوات. تمام. مرتبطة بحالة وقت السحر، وقت السكون، عز الليل، الناس نايمة. إيه الفكرة يعني؟ هل ده فنيا يعني يتيح مشاهدة أكتر؟ لقيت الموضوع ممكن يرسخ حالة من الجبن عند جيلنا. أنا مش عايز أبالغ، أنا مش عايز أبالغ، بس إحنا لازم نرصد. صح، حضرتك قلت لك إحنا مسؤولين عن ده، بس مش عايز أخد المشهد الإعلامي وهو جزء خطير جدا. لاني انا مش بلوم شريحه معينه، ولا احنا متحدثين باسم لا حزب ولا جماعه ولا بتاع. احنا بنحب شعبنا، بنحب امتنا، بنحب العالم كله. عايز اقول كمان حتى غير المسلمين اللي عايشين في مجتمعنا مسؤولين معانا عن حراسه القيم العامه المشتركه بين كل الناس، مش كده ولا ايه؟ احسنت احسنت. ويمكن فيما يخص الساعه 2 بالليل دي، الاطفال مش 2 بالليل بس، افلام الكرتون اللي منها عنف دي النهار. افلام الكرتون اللي فيها يعني زمان حتى على ايامنا كان مش عارف الكابتن ماجد، وكان مش عارف ايه، ولعب بخشب، حاجات حتى تحس ان فيها قيم ما فيهاش برضو. النهارده كل عنف او الاكثر عنف، عنف شديد للاطفال.
يطلع مش من زمان قوي شفنا مثلا نموذج زي اتكلمنا عن الطفوله والكرتون، شفنا مثلا بكار من انتاج التلفزيون نعم المصري الله يرحمها الدكتوره منى ابو النصر او حاجه زي كده، هي كانت كاتبه المسلسل وترك اثر، شخصيه عربيه مصريه نعم. صناعه مصريه، طفل كان محبوب جدا، طفل نوبي يعني كان محبوب جدا، والقصه لطيفه ما فيهاش. فهنا الجانب الاعلامي هو جانب في منتهى الخطوره، وتكمن خطوره الاعلام ان الوالدان يعني لا يباليان بأهمية الإعلام وكيف يغرس في الأطفال، مش واخدين بالنا، طب مش منتبهين. الناس هتقول لك طب احنا يا دوبك نجيب مصاريف العيال بالعافية، احنا في ايه ولا في ايه؟ انتوا بتكلمونا في ايه؟ احنا عند في ضروريات. عايز ارجع شوية لسنوات بعيدة، يعني احنا دايما اقول عشان بس ناخد المسألة بشكل في عقل وحكمة، ما كناش اليابان وفجأة بقينا مصر نعم. أو أي دولة من الدول الفقيرة نعم. مثلا يعني في مشاكل أخرى لكن بتكلم في الناحية دي، العلة الاعتذار بفكرة الظروف والفقر للحالة الاقتصادية دي طبعا لها اعتبارها جدا يعني، لكن ما احنا تربينا على الموائد البسيطة وكده، لكن كانت القيم موجودة. انت رديتها يعني الفقر ما خدش من انا بس بقول الكلام ده صح أيوه ولا لا أيوه. مش بجاوب طبعا رديتك لا ربنا يبارك في حضرتك، جاوبت ما شاء الله والكلام ده صحيح. احنا اكثرنا واكثر شعب مصر من البيئات المتواضعه الفقيره ونحن ربما حتى عظمائنا ومفكرينا وادبائنا وعلمائنا خرجوا من بيئه فقيره نعم صحيح. ورغم هذا الفقر لكن كنت تجد الخلق، واحيانا يسمونه بالاصل، يقول لك فلان اصيل ابن اصلي يعني. صاحب خلق وصاحب ادب. احنا اتربينا على احترام الكبير، نجل الكبير ونحترمه ايا كان الكبيرنا، حتى لو غير مسلم كبير نحترمه، الاحترام الادب الخلق، لا نحد النظر في عين امنا ولا في عين ابينا جارتنا ولا في كذا ولا يعني الحاجات دي تربينا. فالأدب لا علاقة ترى بالفقر والغنى. لا ربما تكون عائلة أكثر ثراء لكنها أكثر بعدا عن الله عز وجل، ظنا منهم إن الرقي يرتبط بإيه؟ باللبس، يرتبط بالمعصية أو يرتبط ب في إمكانيات في طرف المطرفين، معروف إن إلا من يعصم الله سبحانه وتعالى ورحم، لكن انت اجبت دلوقتي على ان ليس الفقر عذرا للتحلل الاخلاقي. نعم له تداعياته صحيح، ولذلك يعني نعوذ بالله من الهم والحزن والعجز نعوذ بك من الكفر والفقر، واعوذ بك من عذاب القبر كما ورد في ادعيه النبي، ما بنحبش الفقر ولا حاجه، لكن ليس الفقر سببا للتفلت من احكام الله عز وجل. تذكرت الان تذكرت الان مجموعه من فقراء الصحراء، ايه اللي شاغل بالهم؟ ايه اللي هاميمهم؟ سيدنا بلال وصهيب وعمر بن ياسر، الحديث الصحيح. فقراء الصحابه راحوا يشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم من الاغنياء. طب بيشتكوا ليه؟ يعني اللي ما يعرفش الحديث هيظن ان هم بيشتكوا ان هم دول بياكلوا حاجه غير التانيين بياكلوها، او بيسكنوا في حاجه مترفين ودول سايبين او بيركبوا حاجات ودول ما لا، الموضوع مش كده. يا رسول الله، ذهب اهل الدثور بالاجور والدرجات العليا، اهل الدثور اهل الاموال، ذهبوا بالاجور والدرجات العليا. يا رسول الله، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموالهم فيتصدقون ولا نتصدق. يا خبر أبيض، هي دي المسألة. شفت الفقير بيشغل باله إيه؟ الجنة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فاستبقوا الخيرات. مش بس كده، لأن الغني كمان، وده اللي بيعمل توازن في المجتمع، الغني بيسبق بالخيرات. أحسنت، يعني هم عايزين يسووهم في الأجر. أحسنت. لكن جاي التعويض النبوي بقى، يعني أو الإسلام يعني أعطاهم أجور في 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 صلوات وفي فضائل أخرى. لكن مثل جميل قوي ده، إن الفقراء والأغنياء كانوا في من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، مستويين نعم. موجودين زي ما هم موجودين في كل مجتمع. مسألة مهمة جدا، الفقير ما شغلهوش فقره، ما تعبهوش، ما وجعهوش. ليه؟
لأن الله جعل في قلبي الغنى والرضا والقناعة. وحتى في أواخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم زي ما حضرتك بتعلمنا، والله ما الفقر أخشى عليكم، لكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. طيب خلينا نرصد برضو المؤشر الأخلاقي. تمام. إيه اللي حصل؟ يعني إحنا منزعجين ليه عشان نبين للناس إيه سبب انزعاجنا وما حدث للأسرة المصرية وزي يخرج منها يعني هذا أو من بعض هذا الأمر اللي ممكن نعتبره نذير شر لكن ينبهنا لولادنا واتجاههم وأفكارهم، لأن دول عرب ومصريين وإلى آخره، يوصلوا للمستوى ده ولهذا التفكير المنحرف ده، ينبهنا ان احنا ناخد بالنا من عيالنا، مش كده ولا يا دكتور؟ نعم. ويمكن حتى الناس معانا في لمسين اللي احنا بنقوله دون، معاملة التلميذ مع استاذه هل نفس المعاملة من 30 40 50 سنة؟ لا، على مستوى بقى التعليم والمدرسة حدث ولا حرج، طبعا امر مختلف تماما. المعاملة الأبناء مع أبائهم وأمتهم، معاملة حتى الصغير مع الكبير، معاملة الرئيس مع مرؤوسه، حتى موظف الشغل، ليه؟ إيه اللي شال الحياء؟ إيه اللي شال الاحترام؟ إيه اللي شال الأدب؟ القيم دي راحت فين؟ راحت فين؟ فهنا إحنا لما بنقول الأب والأم مش معنى إن إحنا بنقرعهم، لا، إحنا بنقول لهم خدوا بالكم واحنا معاكم، كلنا اباء وفي واحنا معاكم. طبعا احنا اباء وامهات. وانا بتكلم عن نفسي قبل ان اتحدث عن اي احد. يعني انا مخطئ ومقصر مثلكم تماما، لكن احنا عايزين نشوف الخطا فين عشان نعالجه. قضيه التربيه دي قضيه في منتهى الخطوره، لازم الاب والام يصححوا النيه ان الناشئ ده هيحمل المجتمع، الناشئ ده يعني هيبقى هدايه للمجتمع، الناشئ ده هينفع المجتمع، كيف ينفع وكيف يفيد وكيف يؤثر. إذا كان هم صحوا وربوا صح، ربوا غرسوا فيه صح، خدوا بالهم منه، خد الموضوع التربية ما هيش فلوس بس. يعني هو أنا نفسي ابني يبقى مهندس مثلا معماري وليكن يعني، فممكن أوفر له قدر ما أستطيع المصاريف وممكن يدخل جامعة خاصة وبتاع وكلام زي كده، لكن بلا قيم ممكن يقع في قضية رشوة لما يكبر ولا يدخل وبتاع عايز فلوس، لأن مفيش حراسة للقيم، مفيش إحياء للضمير، مفيش تربية على معرفة الله عز وجل ورقبته، مش كده؟ يعني إذن المنتج إحنا عايزين ثمرات منتجة في المجتمع، إحنا مش نتكلم في إنه يصلي ويصوم فقط ويطلع غشاش بعد كده. أحسنت. لا، المردود الإنساني والإنتاج في المجتمع هيأتي من القيم قبل الكلية، هندسة ولا طب ولا كذا، وإلا هيبقى دكتور حرامي ولا مهندس غشاش. ومن الأمور الخطيرة إن أولا إن الأب والأم كل يعني ما في رأسهم إيه؟ إن التربية توفير مادي، مستوى مادي، مدرسة معينة، سكن في مكان معين، أكل في مكان معين. إيه اللي بيحصل بقى عشان يحققوا الحاجات دي؟ تجد الأب ممكن يسافر أو يشقى طول النهار ما يشوفش عيال ويجي يلاقيهم نايمين ويمشي وهم نايمين. الأم أحيانا كمان هي كمان دي نماذج أنا شايفها وأعرفها. ده مش هنقول ده عيب، الضرورة موجهة يا دكتور. لا أنا عايز يعني المستوى الأسرة دلوقتي خلي الأب والأم ولو حتى هيشغلوا الجيران، أنا عايز أوصل لحاجة، لكن هل ده يعني عذر لهم ان يهملوا في تربيه الاولاد المعذورين؟ انا بقول ان هو هي بقى بتطلع تشتغل. انا بقول ايه، ان حت مساله ان هم كل هم التوفير المادي ده اكبر خطا، اكبر خطا، مش الماده بس، لان هو حقق توفير مادي لكن ساب وفي قصور في اصول وفي قيم هي اللي هتبقى. الترتيب المادي ده مش هو الباقي ابدا. يعني بقول لحضرتك نماذج هي قدامي اعرفها، الاثنين طلعوا يشتغلوا عشان يوفروا. اللي بيحصل ايه؟ عارف حضرتك الام بترجع من الشغل تعبانه واعصابها تعبانه وضغوط، عايز مطالب منها تعمل اكل، مطالب منها تعامل الاولاد، تربي الاولاد، ده امر في منتهى الخطوره. الله سبحانه وتعالى عندما قال وقرن في بيوتكن، الكلمه دي لها معنى. ليه؟ لان عمل المراه
تهيئة البيت، تهيئة الأسرة. خلي بالك الأم بتغرس في قلوب أبنائها الرحمة والحنان والحنية وكل القيم الجميلة. المعنى الأب بقى نعم. قوة الشخصية الضبط يعني. قوة وحراسة. أنا عايز أقول بقى إيه؟ اعتدال الشخصية من ناحيتين دول. الأم بقى بتفقد الجانب ده غصب عنها لما بتطلع تشتغل وتقابل ومسؤوليات وضغوط، بتيجي مش قادرة، عصبية غصب عنها. ما هي يعني كلفت نفسها بما لا تطيق. أنا مشفق عليها، أنا أشفق على المرأة العاملة. أيوة دكتور، أنت بتفتح لنا ملف آخر. كنا في وقت من الأوقات أحد القضايا اللي مطروحة في المجتمع وعاملة اشتباك بين الملتزمين وبين العلماء وخلافه، مسألة عمل المرأة. وافتكر في صيحة في 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 مجلس نواب سابق او مجلس الشعب، كان في دعوة ان المرأة العاملة تقعد، لكن دي مش ملفنا. انا بقول دلوقتي ما فيش، الشغل مش طرف خالص. المرأة بتعمل للاسف عشان تقدر تكفي البيت مع زوجها. بس انا بتكلم في على العموم يعني. انعكاس واثر. احيانا البيت ما يكونش محتاج. خلينا في الاستثناءات. طب البيت محتاج، ما يكونش محتاج استثناءات. طبعا انا بقى عامل المرأة، انا طبعا احنا محتاجين للمرأة في اماكن كثيرة. وطالما الضابط شرعية فلا بأس به. طالما الضابط شرعية لا بأس به، ما يكونش في اختلاط، لا تضر لا تؤذى، ما تضرش بيتها ما تضرش، وهي محتاجة العمل مفيش مشكلة، لا ارى فيه بأس بهذه الضابط الشرعية. لكن انا بتكلم على انعكاسه، انا بتكلم في مضمون موضوعنا، لا اتكلم عن العمل المرأة هل جائز ولا غير جائز. لكن بتكلم ان الصور اللي انا شفتها ده بينعكس بالسلب على الابناء. ما هو وربنا سبحانه وتعالى جعل الام هي مصدر ومنبع الحنان والرحمة اللي بتغرسه في ابنائها. نعم. هتجيبه منين؟ ما فقد الشيء لا يعطيه. مجهدة وضغوط ومسؤوليات مظلومة من الزوج نفسه. قد يكون عندك مشاكل كتير فمتحملة كتير. كفاية الشغل يعني، هي تحملت ما لا تطيق. يعني أنا كثير ما أقول للنساء اللي هم العاملات، يعني الله يكون في عونه، كان الله في عونكن، أنتن تتحملن ما لم يحملكن الله سبحانه وتعالى. ربنا ما حملكيش انك تطلعي وتيجي تشتغلي في البيت بره وجوه. لكن المجتمع حملها دكتور. المجتمع حملها. هنا بقى المسألة يعني لابد من موازنة. ازاي؟ انا مثلا دلوقتي هي بتطلع تجيب 20 قرش والراجل بيطلع يجيب 30 قرش، مع عايشين البيت في المستوى ده ب 50 قرش. طيب السلبيات والاثار دي ملهاش ثمن. يعني انا لو خليت ايا كان الزوج او الزوج، يعني لو احنا خلينا البيت يعيش ب 30 قرش، بس انا قاعد مع الاولاد، الاب قاعد مع الام، قاعده مع الولاد فتره، بتغرس قيم، بتربي، بتعلم، بترشد، بتنبه. مش الاولاد محتاجين الكلام ده، الاب والام بعيد. طب مين اللي هيربيهم ويعلمهم ده؟ لا ده حرام، لا ده حلال، ده ما ينفعش، ده ينفع. الاولاد مش خاصه في فئه عمريه محتاجه جدا وجود الاب والام. طيب هلتقط من حضرتك المصطلحات دي، من المصطلحات الشرعية اللي أنا بعتبرها هي حراسة الفضيلة، حرام وحلال. نعم. هل هذه الألفاظ تم تفرغها وتهوينها في 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 منظومتنا الأخلاقية، بحيث إن ما يقولهاش غير بس الملتحين ولا المنتقبات ولا المحجبات، أن المتدينين اللي بيصل يعني بتوع الحرام والحلال والكلام ده لهم فئة معينة، ولا دي كلها مفترض في لغة المسلمين ان الحرام والحلال هي حراسة للفضيلة، حراسة للقيم، حراسة للمنتج اللي ربنا اعطاه له هو الانسان، اذا كان طفل وصبي وبنته وبتاع، عشان يقدر ينتج، ما يبقاش قنبلة موقوت، مش كده ولا ايه؟ وده بيربط الطفل بربنا سبحانه وتعالى. يعني بدل ما تقول له عيب وتقول له حلال وحرام، بدل ما تقول له ربنا يزعملك ربنا يغضب منك. لان لو عيب، العيب مختلف من عرف من مكان لمكان. عيب عند الاسره دي مش عيب، لا مش عيب. احسنت مثلا. انما ده بيربط الطفل بربنا سبحانه وتعالى، يعني ان ده حرام وده حلال. وكذلك ايه يعني صلي ربنا يحبك، قول بسم الله. يعني انا عندي مثلا ابني محمد 4 سنين، كل ما يجي يقول بسم الله ويعلي صوت،
قول يا بسم الله. انا يا ابني انا قلت انا مش لازم تعالى بسم الله. اقول له ما شاء الله. بالمناسبه حمزه بدا يتكلم ولا لسه؟ لسه. ربنا يبارك لك فيهم جميعا. ربنا يبارك فيك. فلما انت تحبب الابناء في السنه، في الفضيله، في الخير، وتدي له عليه هديه او لعبه او ده امر في منتهى. بس ده بالممارسه افضل من الامر والنهي، مش كده؟ طبعا يعني غير شك. الممارسه الطبيعيه والتحبيبيه ان الاب بيلتزم خارج كلمه بسم السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، هذه الالفاظ لما بتبقى مفردات الاسره بيشربها الاولاد بشكل تلقائي افضل من الامر والنهي. الامر والنهي، مش كده؟ احسنت. وده امر في منتهى الجمال اللي انت بتقوله. ده امر في منتهى ان احنا نحيا ديننا، نوارث بطبيعتنا بفطرتنا. احنا عارف الواحد كان في بعض الشباب الملتزم بالتزامي كانه شايل طاجن سته ماشي وشايب العافيه. الدين مش كده، الدين جميل، الدين سهل ميسور. انت عيش دينك بفطرتك بطبيعتك. دي هتخلينا ناخد محور اخر. هل المتدينين الا من رحم الله، دايما الاستثناء ده موجود، هل بعض الدعاة والملتزمين لما بيتدين الشاب وبيلتزم بيتحول سلوكه الى سلوك ناشف وجاف على مستوى المعاملة داخل الأسرة مع الوالدين، زي ما كنا بنسمع شكاوى بنشوف، وبالتالي مع الناس، ولا هو كان نسبة الحرام والمنهيات كتير فبدأ يلم نفسه فالناس لاحظت فيه تغير وجفاء؟ ايه المسألة؟ عشان في تهمة للتدين، في اتهام يعني. نعم احسنت. انظر على يد من تتلمس، انظر على يد من تتلمس. هو اتربى على ايد مين؟ التلمس على حب مين؟ اتأثر بمين؟ هو بقى هو ده بقى هو الشخص اللي اتعلم منه. فلذلك اللي بيبقى تلميذ الشعراوي يبقى سمة الشيخ الشعراوي، تلميذ الشيخ محمد حسن بيبقى سمة بياخد من شيخه او من تعلم منه. اللي بياخد من واحد متشدد او يعني فاهم غلط يعني. بيبقى نفس القصه. واحد اتربى على واحد فهمه خاطئ او تعامله مع الناس بيبقى نفس الصوره. لذلك الامر في منتهى الخطوره. لذلك الفكر المعتدل هو منهج حياه. من في ناس ما بتحبش الكلمه امر ونهي يعني، في ناس ما بتحبش يعني يتهموك بالتفريط يعني. فكره الفكر المعتدل هي السنه، من سنه النبي. النبي ونيسرك لليسرى. صلى الله يعني وسلم. ابن القيم رحمه الله اتكلم في الايه دي كلام جميل قوي، زاد المعزه مع حضرتك. نعم. بتعلمنا ربنا. اني كان يسيرا في ملبسي، يسيرا في كلامي، يسيرا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش لازم يبقى نبقى دعاء جدد مثلا بالمصطلح ده عشان يبقى الدنيا كلها فري وكلها الدنيا عشان نحبب الناس في الدين. حببوا الناس في دين الله من خلال تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم، سهولته وروعته وجماله ويسره عليه الصلاة والسلام. وبعدين يعني الداعية مهما بلغ لابد أن ينظر إلى الناس بعين المشفق، بعين المشفق عليه. يعني لابد أن تشفق حتى على العاصي، حتى على الكافر، حتى على الكافر. حتى على الكافر. يعني أنت عايز تقول مفيش خصومة شخصية بين الداعية أو خطيب الجمعة على أي مستوى من أي دائرة دعوية يعني، بينه وبين الناس، عموم الناس، حتى لو غير المسلمين، فيش خصومة شخصية خالص يعني. لا طبعا، هو حامل دعوة فقط. ده أنا أشفق على الكافر وأرجو له أن يوحد الله. يا سلام. يعني أتمنى له ذلك وأرجو له ذلك. العاصي أرجو له أن يهديه الله سبحانه وتعالى. نفس تفلتت مني. شوف الجمال. يعني ولما قابل جنازة اليهودي صلى الله عليه وسلم، مش ده منهج النبي. يعني الناس اللي بتبعد عنه يا أخوانا، ما هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لما راح عاد الغلام اليهودي الخادم، غلام يعني بيقولوا عليه عين لا نعبأ به، ويهودي وخادم، كل الاوصاف دي، والنبي صلى الله عليه وسلم يعوده ويطمن عليه ويدعوه للاسلام. شفت بقى هم الدعوه؟ شوف شايل هم الدعوه ازاي؟ انت بقى كداعيه شايل هم الدعوه من منطلق الاخلاص والاشفاق على هذا الكافر او العاصي، ولا انت ناظر؟ ما احترمنا النظار طبعا، نظر بتاع زمان، امسك العصايه
واخد بال؟ لا انت مش، انت مش حاكم، لست عليهم بمسيطر. يعني يعني فكره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين. الجزء ده من الايه موجع بالكلام للصحابه او اذا سبب النزول، يعني ان لمن قتل من قال لا اله الا الله قتلته وقد قال هذا كان سيدنا اسامه. انا عايز اقول بقى علينا احنا ده الصحابه، علينا احنا مش كذلك وما زلنا في تقصير. اذا كان ده قيل للصحابه فما بالك بالاجيال اللي بعدها. لا حتى انا كنت المعنى ده عايز القيه بين يديك من دقائق. انا عايز الداعي لما يدعو لا يظن انه في درجه الكمال، لا انت نفسك مقصر، انت نفسك لابد تشفق على نفسك، انت صاحب عورات، انت صاحب نقائص، انت صاحب زلات. خلي بالك الله يطلع على سرائرك. دكتور احمد، هل خطبت جمعه وانت خطيب مفوه وما شاء الله عليك ولك جمهورك، اتكلمت في موضوع فوجدت من سبقك الى 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 ما دعوت اليه وكان اسبق من ذلك؟ انا اسف انا بس السؤال بالشكل ده، انا بس عايز ادخل على الحديث الرائع مباشره. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. أنا بس ببلغ، ممكن اللي سمع مني ده يكون أخلص وأسبق إلى الخير من مما من الواعظ نفسه، مش كده ولا إيه؟ أحسنت أحسنت. ولذلك الدعوة قالوا الداعية ده هو يعني حارس يحرس الأرض، موقع عن رب العالمين على على رأي ابن القيم. بيجيب البذرة ويغرسها ويحط شوط ماء. مين اللي بيزرعها؟ الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونهم أم نحن الزارعون؟ استشهاد جميل في مجال الدعوة. فأنت خلي بالك الهداية بمعنى التوفيق والسداد هي من الله مش منك أنت. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ده يخلينا إن إحنا بنتكلم شوية هو عن الدعاء كأحد أهم ركائز الأمة، حراس العقيدة والدعوة على رأي شيخنا الشيخ كشك الله يرحمه أما بعد، فهي حماة الإسلام وحراس العقيدة. فالدعاء إلى الله بحق وبحكمة وبلطف وبأدب وبفهم هم حراس الفضيلة في المجتمع. فأنت بتقول لي عليهم دور معين. قيل لبعض الصحابة في وقت معين وإن منكم لا منفرين. لما بنقول الكلام ده بعض الشباب بيعجبوش الكلام، بيعتبر ان العكس ان تسيب الناس على مزاجها وتفرط وتكلمهم بعيدا عن، لا المسألة مش كده. فانت كده بتوجه كلام لحماة الفضيلة وهم الدعاء. هل بتطلب ممن وراء الدعاء من مؤسسات ومن هيئات ان هم يقدموا الدعاء المؤثرين، الدعاء الوسطيين، الدعاء اللي عندهم فعلا حرص على البلد وعلى بلاد المسلمين وعلى قضايا الأمة وعايزين يبنوا عشان يساعدوا المسؤولين الآخرين كل في موقعه على بناء المجتمع بناء صحيح؟ وإلا الشاب اللي طالع شاذ ده ولا اللي طالع سايبينه كده المخدرات ده هناخد منه إيه إن شاء الله؟ يبني أحسن. إيه يعني نعمل منه إيه؟ سيصير عبء على المجتمع. إذن الدعاء كلمة بقى للدعاء ومن وراءهم يعني من وراءهم. نتحدث كلمة كده على من خلفهم أو من ندفعهم، بنقول لهم يعني وقلت كلام ده قلته في التلفزيون المصري مرارا يعني من سنين طويلة وعلى الهواء مباشرة، بقولهم يا إخواننا أنتم دلوقتي بتقولوا في فكر متطرف وفي فكر متشدد وفي، طب فين مساحة الفكر المعتدل في قناتكم؟ فين مساحة الفكر الوسطي في قناتكم؟ أنتم لم تفردوا وقتا يعني لا وقت مميز ولا وقت يتناسب، انما اوقات قليله وفي في اوقات ليست اوقات ذروه للمشاهده، اوقات بنقول عليها اعلاميا ميته. فانت بتخلق الدعوه المعتدله عشان تنقي المجتمع من الافكار غير المعتدله. هيقول لك انا بخاف من الـ 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 الافكار او توسعه هذه الرقعه عشان ما تطلع ليش داعش او تطلع لي افكار تكفيريه. هو ده اللي بيطلع داعش او كده. انا بس بطرح لك انا برد عليه مهمتي كده، ما انا برد عليه بقول له بالعكس انت اللي بتعمله ده هو اللي بيطلع الافكار المتطرف. انت لما تجفف وتخنق الفكر المعتدل بدعوه ايه؟ لا ده كان الردود عجيبه، كان الردود ان التلفزيون ده معمول اداه ترفيه مش اداه دعوه.
طب المجتمع محتاج إصلاح، المجتمع محتاج. يبقى دي كلمتنا لمن خلف أو الإدارات أو المسات اللي هي خلف المسؤولين عموما يعني. خلف الدعاء. الدعاء نحن منهم يعني، إن كانوا يعني هم مقصرون فنحن يعني أهل تقصير، يعني نسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا. لكن دعني أتهم نفسي وأقول إحنا، تكلمت عني وعن أصدقائي من الدعاء، إحنا مقصرين جدا. أول حاجة في طلب العلم، مواصلة طلب العلم، الغوص غور النصوص، بطون الكتب. مش كل واحد يحفظ له كلمتين، أنا بتكلم عن نفسي، و و و ويفضل يرددهم. فين الجهد؟ المجتمع والأمة محتاجة جهد، محتاجة جهدنا. إذن عايز تقول لي إن الداعية ليس هو فقط خطيب الجمعة. أبدا. استطيع أي أحد يعني عنده جرأة أن يخطب الجمعة. أحسن. لكن الداعية صفة أعم وأشمل، يعني فيها الجانب الأعظم منها جانب التربية والاحتضان والتواصل مع الشباب والتواصل مع مش كده ولا إيه؟ طبعا. وأقول لنفسي، بقول للداعية تفقه، لا تتوقف عند حد معين. كنت بضرب مثل بسيط كده بعلم الداعية أو بعلم العلم. فاكر زمان كان يبقى حاطين زير في الشارع، فاكر الزير؟ أيوة. الجميل اللي ميته حلوه ده، دلوقتي كولدير يعني. دلوقتي بقى كولدير. الزير الحديث. بيسموه تلاجة ازير دلوقتي. فالزير ده بيتحط فيه ميه، اللي راح يشرب واللي جاي يشرب. لو احنا ما حطناش ميه تاني، الميه مش تخلص. طبعا. فلازم يتحط ميه. العلم كده، لو انت فضلت ما تزودش علمك، علمك هيخلص والناس هتملوا وتسأموا ولا انت تسمع لك، هتروح من يروح لك في اخر خطوه. اذا طلب العلم، يقول ربي زيد مش بس علمني، قال له علمك ما لم تكن تعلم. أحسنت. وكان فضل الله عليك عظيما، ولكن امره بالاستزاده من العلم. احسنت. وقل ربي زدني علما. طيب انا بس في كلمه اخيره، لان تقريبا الوقت اوشك، لكن احنا بطبيعتنا دايما بناخد تطواف حول الموضوع. نعم. لان الموضوع موجع وكبير. هل انت مع التركيز على قضية ربما تكون شاذة على خطورتها زي موضوع الشواذ وكده، وطبعا الفضاء السوشيال ميديا بمواقع التواصل المختلفة، هل انت مع التركيز على المسألة دي اكتر من اللازم؟ وهل ده ممكن يدخل واحنا غيورين على مجتمعنا وعلى اخلاق المجتمع، نلاقي نفسنا داخلين في مسألة إشاعة الفاحشة دون أن ندري إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة؟ يعني بتشوفها إزاي يا دكتور؟ أنا الحقيقة أراها أحيانا في بعض الأمور، أرى أن علاجها أو الأنسب لها بالتجاوز عنها، لا ألق الضوء عليها. يعني تخيل حضرتك المشهد الشذوذ ده أو العالم الشذوذ ده، لما الناس صلت الضوء عليه كان ليه اثر سلبي في منتهى الخطوره. ان اولادنا الصغيرين جم يتكلموا عن الموضوع. بتشوف ده اثر سلبي ولا تنبيه؟ ليس بتنبيه يعني. لا ليس بتنبيه. ليس بتنبيه. يا فتح دماغ اللي مش عارف، بتخدمهم في اعلان عنهم. انت بتعلن عنهم بدون ان تدري. لذلك بعض الناس يعني لا يفهم قصدك، لا يفهم قصدك، فيتهمك انك لا تتحدث عن المعطيات او الاحداث او لا. احيانا يعني انا بالمناسبه عرفت ان في اجراءات اتخذت والازهر نفسه تكلم. نعم. في المساله دي. نعم. ده شيء مبشر ان. نعم. يعني في النهايه. أحسن. ما احناش عايزين حاجه تضرب قيم المجتمع. احسن. الا مش هنشوف انتاج ولا هنشوف. ونواجه بقدر الامكان، ودور الازهر ينبغي يكون اكبر من كده شويه، ويكون له اليد العليا، خاصه فيما يتعلق بالاخلاق، فيما يتعلق بالاخلاق، فيما يتعلق ب حتى الاعلام. بس الناس متصوره ان احنا يعني مجتمع مغلق. كل مجتمع في العالم له قيمه الخاصه. امريكا. أحسنت. فيها الصح والغلط، فيها العيب، فيها محدش يقدر يكلمها، في سقف طبعا محدش يقدر يكلمها، مجتمع الحريه. فرنسا كذلك، كل يعني عشان بس بعض الشباب يغريها الانفتاح والإباحية، وعشان كده تقدموا المعضلة الفكرية، عشان تتقدم لازم تنحل. يعني القصة اللي وقع فيها يعني فرصة بنتهزها في، وبقول للشباب اللي هم أي حاجة
يلاقوها يسارعوا بان هم ينشروها ويكبروها وشايه. فكر شويه الاول دي هيكون اثرها السلبي ايه. يعني هم فرحانين جدا، الناس دي فرحانه جدا ان هم اتعمل لهم اعلان وضجه اعلاميه بهذا ما كانوش يحلموا بيها، ما كانوش يحلموا بيها. انما تخيل لو ما حدش اتكلم عنهم خالص ستموتوا هتموت كما ماتت افكار كتير الالحاد في عقب ايام الثوره. الناس كانت بتتكلم كلام مبالغ فيه جدا، ان نص ان ربع الشعب ان مش عارف ايه في فئه، لكن ليست بهذا الشكل الكبير. يعني اقصد اقول على قدر هذا الخوف نهتم بالمعالجه من جذورها في ملف الالحاد، ملف الشذوذ، الحاجات الله اعلم بكره يطلع في ايه. لكن اذا هي قضيه اخلاقيه بالدرجه الاولى، قضيه حراسه العقيده وحراسه الفضيله اللي هي الاخلاق. ولذلك اللي انا يعني اهيب بوزاره الاوقاف ان هي تنظر الى الملفات المهمه على الساحه، الملفات الفكريه المهمه اللي المجتمع محتاجها عايشها، وتخلي الخطباء يتكلموا فيها، وده في غايه الاهميه بنفس الضوابط اللي موجوده بالظبط. بس الموضوع يبقى يمس في يتناوله يعالج. الخطيب يتناوله، الامام يتكلم فيه، يفهم الناس، يعلم الناس. ده هم كده بينشروا نص الخطبه على موقع الوزاره، فما فيش مشكله يعني. ده في غايه مفعم بالادله وبالاحاديث الصحيحه الحقيقه. نعم. ما لازم نعترف بهذا. نعم. يبقى فعلا تطوير الخطاب بما يعالج قضايا الملفات المجتمع. لان اللي جاي لك رب اسره وشاب وكل الاعمار والشرائح، وهي واعظم بيئه تاهيليه هي المسجد. طبعا اعظم بيئه تاهيليه هي المسجد. لا تزال خطبه الجمعه هي القلعه. نعم. الاخيره اللي حصن، هي حائط حصن من اي انهيار قادم. حصن يعني. حصن المسلم هو صلاه الجمعه، ودايما بنقول الناس حصنوا عقولكم بالعلم وحصنوا قلوبكم بالطاعة. تاني الجملة دي اللي هختم بيها. حصنوا عقولكم بالعلم وحصنوا قلوبكم بالطاعة. أنا محتاج أحصن حاجتين، القلب والعقل. العقل حصنه بالعلم والقلب حصنه بالطاعة. أنت كده تستطيع أن تواجه أمواج الدنيا العاتية من الفتن والابتلاءات. نعم. لكل عصر فتنه، لكل عصر صالحوه. نعم. ولكل عصر رجاله الطيبون. فالفتن مش معمولة لعصرنا بس طبعا. لكن طول وقت الدنيا في فتن وفي معمول، لكن يبقى حراس العقيدة وحراس الفضيلة هم حائط الصد لأي انهيارات أخلاقية ممكن تحدث بعد ذلك. احنا بنسأل الله سبحانه وتعالى قبل ما اشكرك في نهاية الحلقة دكتور أحمد، ان ربنا يحرس بلادنا. أمين. مصر يا رب العظيمة. أمين. يعني أمين يا رب العالمين. اما بنقول ما بندعوش هذا مجاملة لأي حد، ده واجب شرعي طبعا علينا. ويحرس أمتنا العربية ويجمع شملهم على كلمة سواء، ويحرس الإسلام والمسلمين. احنا بنقول للناس ان حب الوطن من الدين. حب الوطن مهما كانت، يعني اسمح لي بس في ثواني، ودائما نذكر الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو خارج من مكة، رغم أن مكة كانت على الكفر، كيف كان حب النبي لمكة وهي على الكفر. فأنا عايز أقول مهما كانت البلد فيها ضغوط أو فيها غلاء أو فيها مشاكل، ده فرض عليك حب بلدك والولاء لبلدك ولوطنك. ده فرض واجب، فوش كلام. لا مفيش كلام في هذا. لكن لغة اللعن ولغة الإحباط ولغة النقد هي اللغة السائدة، فلذلك لا نرى غير ذلك. لكن لا. الخير موجود، وإن شاء الله بحسن الظن بالله القادم يكون أحسن. المخرج سكت علي رغم الوقت خلص عشان حتة حب الوطن ده، لأنه بحب وطنه قوي يعني. ربنا يبارك فيه ويحفظه يا رب. الله يبارك فيك. مخرجنا يعني أيمن نبراوي وكاست العمل. أنا معلش بقى أقدم لكم الشكر يعني عن تحملتونا مجاملة لأن سابونا يعني. وأشكر ضيفي العزيز أستاذنا الدكتور أحمد الجهيني الداعية الإسلامي الجميل المعروف. جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. جزاك، وأنا بشكرك جدا على هذه الاستضافة، ودايما اللقاءات بيبقى كلها ود وحب معك يعني. ربنا يبارك في عمرك حبيبي ويطمنا عليك. وبشكر السادة المشاهدين على هذا التواصل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الفضيلة وأن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. السبت القادم بإذن الله تبارك وتعالى حلقة جديدة من نوافذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.